السيد حسن نصر الله طال الوقت لحتى يتخلص من القصص الماضيه اللي كانت كثير مرهقه وراح يجرب قد ما بيقدر يتصرف بحكمه، وهيدي الحكمه نابعه عن رغبه، فهذا بدل على انه هيدي الفتره بدها تكون للحزب تحقيق لرغبات كانت مدفونه سابقا او كانت مؤجله بلحظه من اللحظات. الاخلاقيات تقتضي بانه هم يقيدوا بعض الامور، وهم راح يقيدوا بعض الشغلات، بس كثير بدهم ينتبهوا في اشخاص ما عم يتعاملوا معهم بطريقه اخلاقيه، رح يكونوا مع الاتجاه الاخر او خلينا نقول مع الاتجاه المعاكس، رح يصير في مفاوضات، بعض القصص رح يتركوها تمشي مع التيار، بس في حياه او في فتره معينه عانى منها الحزب اجمالا، هيدي الفتره اللي عانى منها الحزب رح ترجع، وهي معارضته لبعض الاشخاص. علاقته بحركه امل بدها تكون علاقه مانا سيئه، بس علاقه بده يكون فيها تنظيف سلبيه، فانا بشوف بانه اكتشاف بعض الاشخاص اللي رح يتم شيل اسمهم من 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 منظمه او من دائره الحزب بشكل عام، ورح يتم وجود اشخاص جديده. اما بالنسبه لعلاقه الحزب مع التيار الوطني الحر، رح يصير في تحقيق للاهداف، ورح يصير في ثلاث اتفاقيات وثلاث بنود مشروطه، وهيدي الاتفاقيات والبنود المشروطه رح تكون بوابه لحزب جديد. اما بالنسبه لصحه السيد حسن نصر الله، الصحه عنده منيحه، بس في عنده نوع له علاقه من الضغط، فهذا بدل على انه ممكن يتعرض لهبات معينه، وممكن يتعرض لجلطه بالقلب، فممكن الجلطات بالقلب يتم تداركها، بس هي لحظه صحيه بتكون مانا كثير منيحه. في محاولات للاغتيال، ولكن محاولتين للاغتيال يفشلوا بيتفشلوا، ومحاولة للاغتيال بينعرف عنها قبل بوقت وبيروح ضحيتها شخص آخر غير السيد حسن، أطال الله بعمره.